والمانجا باظت. ضربة حرة على طول يلعب جيلبرتو برجل الشمال وهدف أول، أول أهداف اللقاء وبالتخصص بالتخصص. والله يا جماعة ملاقي أحسن من النادي ده عشان أشجعه، والله العظيم لو في حد دكر عن النادي ده هشجعه والدغر يطلع لي. والمانجا باظت. عايز اقول لك الفرحه اللي انا كنت فيها بعد الماتش. ف كنت مضغوط يا عماد شويه جدا من اول الدوري. من اول ليه الدوري. بقى ليه ايه اللي ضغطك؟ كل الاعلام اللي بيطلع علينا، حاجات كتير، نقاد، مدربين، كله بقى له سعر قوي السنه دي بالذات. والمانجا باظت.